ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف السيد عبد الكريم بهلاوي، عميد كلية الطب التابعة لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة. بروفيسور، أهلا بكم معنا. نريد أولا أن نعرف كيف ستساهم جامعة محمد السادس في النهوض بالتعليم العالي والدراسة المرتبطة بقطاع الصحة. اولا شكرا ميديا ان تي في على هذا الروبورتاج اللي شفتو كامل، يعني جميع المستويات في الجامعه. جاوبا على سؤالكم، يعني السؤال غادي يكون على حسب ما جا في الروبورتاج ديالكم للمؤسسات ديال الجامعه. عن طريق كليه الطب الجامعه محمد جامعه محمد السادس ان شاء الله ستساهم في انجاح المبادره الحكوميه لتكوين 3800 طبيب في افق 2024، لان الكليات كما كنعرفوا اللي كاين في البلاد ديالنا هما خمسة، رغم كاين جوج جداد ما غادي يكونوش يعملوا كافيين لسد هذا الخصاص. وكذلك بلا ما نساو العدد الكثير ديال الطلبه اللي ما كيتمكنوش باش يتابعوا الطب في المغرب وكيمشيو لدول اجنبيه كالسنغال كرومانيا وجميع ودول اخرى من اوروبا الشرقيه. كما جاء في الروبورتاج عن طريق كليه علوم التمريض وتقنيات الصحه، كنعرفوا الخصاص الحاد اللي كاين في مهني الصحه من الممرضين وتقني الصحه، تقني الاشعه وتقني المختبرات. يعني المساهمه ديال الجامعه في هذا المجال غتكون باش تزيد على العدد ديال تقريبا في الصحه. ويعني في التقنيات البيولوجيه في يعني كما جاء، يعني كنعرفوا بان المستشفيات والمصحات كيتقنيو عدد كبير من الاليات متطوره، وبعد الاحيان كيكونوا غير صالحين وكيتوقفوا مده طويله وكنستناو يعني التقني يجينا من الخارج باش لا هذا المجال تكوين ديال هاد التقنيين باش يسد هاد الفراغ، وزاد كيساهموا حتى في الشراء ديال الالات يعني لاصلاح المستشفيات والمصحات ديالنا، ماشي الالات اللي غتطيح يعني غتعطل بسرعه. طيب ما هي الاهداف المسطره للجامعه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي بروفيسور؟ أولا كنتكلموا على التكوين الطبي، لا نتكلم فقط على المساهمة في التكوين يعني فقط باش نشدوا يعني الخصاص العدد، ولكن التكوين الطبي يستجيب لمعايير دولية، وذلك بالاعتماد على طرق بيداغوجية حديثة رغم أنها مكلفة من الناحية المادية، لأن كنعرفوا بأن إلا كتقري الطلبة بمجموعات صغيرة ماشي بحال يعني كيتعلموا يعني في واحد المدرج اللي كيكون فيه 250 أو أكثر ديال الطلبة، يعني كيكونوا طلبه قلال والاساتذه عدد اساتذه اكثر. يعني الاعتماد ثاني على الاعتماد على التقنيات جد متطوره يعني في مجال التكوين، وهنا كنتكلم على السونتر سيميلاسيون ما لقيتش الترجمه ديالها بالعربيه بسهوله، يعني اللي كيمكن الطالب باش يتعلم الفحوصات السريريه وغير السريريه ويتمكن منها في المركز قبل ما يعني يطبقها على المريض، يعني يكون متمكن منها قبل. ثاني انفتاح الجامعه على يعني المحيط ديالها في الدار البيضاء ولا في الجامعه الاخرى باش يكون التكوين الطبي المستمر، يعني هذا المركز ديال السيمولاسيون غادي يكون فتح لجميع الاختصاصات باش يمكن لهم يعني يكملوا التكوين ديالهم في اختصاصات وفي يعني عمليات او تقنيات جديده في جميع فهم. اما يخص كما جاء في السؤال ديالك عن البحث العلمي، يعني الجامعه كتهدف باش اولا تشجع الطلبه في سن مبكر باش يعني يتوجهوا لهذا المجال باش يكون عندنا رواد في البحث العلمي، لان فعلا كينقصنا رواد يعني في البحث العلمي في البلاد ديالنا، وذلك وزياده على ذلك يعني هذه المراكز ديال البحث العلمي غتكون مفتوحه على الصعيد الوطني والجهوي والدولي باش يعني كل شيء يستفد من هذه المراكز اللي فيها يعني مختبرات جد متطوره. البروفيسور عبد الكريم بهلاوي، عميد كلية الطب التابعة لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.